يا صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. لقاء صباحي رياضي بيتجدد في صباح اون تايم على مدار الساعه ونص، هناقش ونتكلم ونستعرض اهم واخر اخبار الساحره المستديره والرياضات الاخرى على المستوى المحلي والعالمي. صباح الخير يا اللي معانا. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، وأكيد هنبدأ بالحدث الرياضي الأهم، لقاء السوبر الأفريقي واللي هيجمع ما بين القطبين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الزمالك للمرة الثانية في التاريخ، بعد ما توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الشقيق التونسي نادي الترجي، وبعد ما توج كمان نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب الشقيق المغربي نهضة بركان. ودلوقتي خلاص جه وقت المواجهة الرياضية الكبيرة ما بين الأهلي والزمالك على واحد من أهم الألقاب القارية، وهو أكيد لقب كاس السوبر الأفريقي. عارفين طبعا أنه تاريخيا النادي الأهلي ونادي الزمالك لعبوا مباراة وحيدة على لقب كاس السوبر الأفريقي، ودي كانت سنة 1994. أكيد بتذكرها جيل الثمانينات، يعني كانت وقتها بتضم نجوم من نادي الزمالك زي كابتن أيمن منصور صاحب هدف المباراة الوحيد، كابتن إسماعيل يوسف، كابتن حسين السيد، وسامي الشيشيني، وهشام يكن، وأشرف يوسف، والنجم النيجيري إيمانويل. واكيد طبعا من النادي الاهلي كان في الكثير من النجوم، كابتن احمد شوبير، محمد يوسف، والتوأم كمان حسام وابراهيم حسن، وكثير كمان من النجوم. الحقيقه يعني لعيبه جيل التسعينات كلهم كانوا نجوم وقتها، واكيد كلنا عارفينهم بالاسم. عشان كده مباراه يوم الجمعه ليها اهتمام كبير جدا جدا، لان هي تاني مباراه في التاريخ بتجمع الفرقتين على لقب كاس السوبر الافريقي. هقول لحضراتكم تاريخيا مواجهات القطبين في البطولات الافريقيه وتحديدا في دوري ابطال افريقيا، لان هما اتقابلوا اكتر من مره، اكيد طبعا كانت معظمها الغلبه فيها ممكن نقول ان هي للنادي الاهلي، باستثناء المواجهه الوحيده في كاس السوبر الافريقي واللي كانت الغلبه فيها لنادي الزمالك وبهدف طبعا للنجم كابتن أيمن منصور. امبارح كمان أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القايمة اللي هتسافر للسعودية النهاردة استعدادا ان هي تقود اكيد مباراة السوبر الافريقي قصاد النادي الاهلي. وجت قايمة نادي الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي، وفي خط الدفاع عمر جابر، حمزة المثلوثي، ومحمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، ومحمد حمدي، محمود بن تايك. وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى شلبي، وأحمد مصطفى زيزو، وكونراد ميشيلاك. وفي خط الهجوم سيف الجزيري، عمر فرج، وحسام أشرف، وناصر منسي. وبيتواجد محمود حمدي الونش في القايمة اللي بتسافر للسعودية عشان يواصل البرنامج التأهيلي الخاص به مع الفريق، وكمان أكيد عشان يكون بيساند زملائه في هذا اللقاء الهام. كمان تقرر سفر النادي الأهلي للسعودية إن شاء الله بكرة يوم الأربع، هيخوض الفريق تمرين صباحي على ملعب التتش قبل ما يتحركوا الساعة 4 العصر للسعودية، وهيتمرن الفريق مرة واحدة بس في السعودية قبل ما يخوض اللقاء الهام المرتقب. كمان كشف محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية سبب غياب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك عن قائمة الفريق اللي هتسافر للمملكة العربية السعودية، وقال إن من المهام الخاصة بينا إن احنا نتابع كل الإجراءات القانونية لسفر كل البعثات الرياضية خارج مصر. كلفنا ياسر إدريس بمتابعة كل الإجراءات القانونية الخاصة بالبعثات، وعرض علينا أوراق سفر بعثة نادي الزمالك واللي بتشارك في السوبر الأفريقي. عندما جاءت إلينا الأوراق كان بها أمرين: أولهم وجود أحمد فتوح واجتماع مجلس إدارة بالتمرير بالموافقة على سفر البعثة ويوجد بها عضوين لم يوقعوا. وطلبنا كمان الإفادة من نادي الزمالك عن موقف أحمد فتوح قانونيا من سفره خارج البلاد، وأكدنا أن نادي الزمالك هو المسؤول المسؤولية القانونية الكاملة عن سفر فتوح خارج البلاد، وتم عرض الملف القانوني ووضعنا فيه بعض البنود والتعليمات بالنسبة للنادي. ده كان أول امبارح. أما بقى امبارح فأرسل إلينا نادي الزمالك قائمة جديدة كانت خالية من اسم أحمد فتوح. أكيد طبعا هنشتغل في الفترة الحالية على الجواب التاني المرسل من نادي الزمالك، وأكيد هتخرج عليه الموافقات وهتكون مقترنة بحوالي 7
قيود، ودي الإجراءات القانونية العادية لكل البعثات اللي بتخرج خارج البلاد. كمان اتكلم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق فريق نادي الزمالك في حوار مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وقال إن هو بيستهدف التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي الثاني في مشواره الكروي مع نادي الزمالك. وقال زيزو مباراة كأس السوبر الأفريقي هتكون قوية جدا لأن هي بتجمع ما بين أكبر فرقتين في قارة أفريقيا، وكمان اتكلم وقال إن هدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم ممتعة تليق بالكرة المصرية. وقال برضو إن أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء واستغلال كل الفرص واحترام المنافس، لأن هو بيتمتع بتاريخ كبير وعريق. وقال كمان هدفنا من اللقاء إن احنا نحقق لقب كأس السوبر الأفريقي، خصوصا إن نادي الزمالك بيملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في دول الخليج، وأكيد هيساندنا هناك أنصارنا في المباراة. وكمان قال ان بالتالي طبعا هدفنا هيكون اسعاد الجماهير. واتكلم برضو عن الاجواء في ملعب المملكه ارينا، قال ان هي اكيد هتكون اجواء رائعه وهيكون في تركيز كبير جدا من الجماهير المصريه والسعوديه على حضور المباراه، وهو ده اللي هيساعدنا كلعيبه وكمان هيحمسنا كتير جدا خلال اللقاء، لاني زي ما قلت ان المباراه ما بين اكبر فرقتين في القاره الافريقيه الاهلي والزمالك، وبالتالي شغف الجماهير تجاهنا هيكون اكيد كبير، وهو ده اللي هيدينا دفعة كبيرة جدا. وهدفي كلاعب هو التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الفارس الأبيض، وسبق لي أن أنا حققت اللقب ده في سنة 2020 بعد ما بوست على نادي الترجي التونسي، وكان اللقب ده مختلف بالنسبة لي، وبتمنى أكيد أن أنا أحقق اللقب ده مرة تانية لأني عندي رغبة دايما في كتابة اسمي بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك. دي كانت تصريحات واحد أكيد من أهم وأبرز نجوم نادي الزمالك زيزو مع موقع الكافة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. طيب خلونا دلوقتي قبل بقى ما ندخل في تفاصيل استعدادات الفرقتين بشكل أكبر، نرجع مرة تانية بالذاكرة أكتر ونقول تاريخ مواجهات القطبين الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية المختلفة. سنة 1994 وده كان في كأس السوبر الأفريقي، نادي الزمالك قدر يفوز على النادي الأهلي بنتيجة هدف نظيف، وطبعا كان الهدف ده بتوقيع من الكابتن أيمن منصور. في 2005 في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لعبوا مباراتين، فاز النادي الأهلي في الأولى بنتيجة 2-1 وكان بأهداف عماد متعب وبركات، وفاز في الثانية كمان بنتيجة 2-0 بهدفين لكابتن محمد بركات وتوج باللقب في النهاية. وفي 2008 وفي مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا فاز النادي الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، سجل فلافيو أحمد حسن وسجل جمال حمزة لنادي الزمالك. وفي مباراة الدور الثاني اتعادل الفرقتين هدفين لهدفين، سجل فلافيو أبو تريكا للنادي الأهلي واتعادل الغاني أجوجو وجمال حمزة لنادي الزمالك، واتأهل النادي الأهلي وكمل المشوار، وكمان توج وقتها بالبطولة في النهاية على حساب القطن الكاميروني في ملعب جروة في الكاميرون. في 2012 بقى في مرحلة دور المجموعات برضو من بطولة دوري أبطال أفريقيا فاز الأهلي في مباراة الدور الأول وكانت النتيجة هدف نظيف، سجله محمد أبو تريكة وتعادل الفرقتين في مباراة الدور الثاني بنتيجة 1-1 في برج العرب، وسجل وقتها محمد إبراهيم لنادي الزمالك واتعادل بعد كده محمد بركات للنادي الأهلي وتأهل النادي الأهلي وتوج برضو باللقب في النهاية، وكان طبعا ده نهائي شهير جدا على حساب الترجي التونسي في قلب ملعب رادس. في 2013 في مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في مباراة الدور الأول في ملعب الجونة اتعادل الفرقتين وكانت النتيجة 1-1، سجل أحمد جعفر لنادي الزمالك وتعادل محمد أبو تريكة للنادي الأهلي. وفي مباراة الدور الثاني فاز النادي الأهلي بنتيجة 4-2 وسجل وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي، وكمان سجل لنادي الزمالك عمر جابر وأحمد حسن واتأهل النادي الأهلي وتوج باللقب في النهاية على حساب أورلاندو بايرتس. 2020 النهائي طبعا الشهير جدا كان نهائي القرن لدوري أبطال أفريقيا كما سمي وقتها، فاز النادي الأهلي بنتيجة 2-1، سجل عمرو السولية واتعادل شيكابالا وبعد كده سجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقيقة 86 عشان يتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
إذا فكل المواجهات اللي اتقابل فيها القطبين في البطولات الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا توج في النهاية نادي الأهلي باللقب، باستثناء طبعا أول مواجهة بينهم وكانت هي على لقب كاس السوبر الأفريقي توج بها نادي الزمالك. أكيد هي مواجهة كبيرة جدا، وبرغم ان في ناس بتاكد يعني ان فرص النادي الاهلي ممكن تكون بتبدو ان هي افضل من نادي الزمالك فنيا، خصوصا طبعا في الفتره الاخيره دي او فيما يخص برضو الاسكواد الخاص بالفرقتين، لكن المباريات النهائيه زي ما كلنا متاكدين وعارفين ما بتعترفش باي حاجه، ودايما الامور وقت المباراه بتكون فيها اعتبارات تانية كتير جدا، وارد جدا ان يكون نادي الزمالك موفق، وارد كمان النادي الاهلي يكون هو في افضل حاله، وارد برضو مستر جوميز يلعب بطريقه دفاعية كبيرة ويسجل كمان من أنصاف الفرص ويخطف المباراة، ويرد مستر كولر اللي هو يكون بيلعب ضغط عالي من البداية وعنده الأدوات اللي تساعده أكيد في ده وينهي اللقاء ده من بدري، وارد نشوف ركلات ترجيح لأن المباراة دي ما فيهاش طبعا زي ما حضراتكم أكيد عارفين وقت إضافي، ووقتها هيكون لحارس المرمى أكيد محمد الشناوي محمد صبحي الكلمة العليا. يعني كل الأمور في نهاية المباراة أو في النهائي في كأس السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك وردة وبقوة، فخلونا أكيد نتابع مع حضراتكم ونشوف إيه هي آخر التطورات في الـ 72 ساعة الجايين إن شاء الله، وأكيد بنتمنى في النهاية إن هو يكون لقاء بيليق باسم مصر والكرة المصرية. نروح بقى لفقرة التصريحات اللي خرجت خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا، هنروح لكايو زايلر وهو وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، واللي اتكلم عن كواليس تجديد عقد ميكالي مع الاتحاد المصري وكمان تواليه لتدريب منتخب 2005. وقال زايلر اجتمعت مع الاتحاد المصري لمناقشة أمر تجديد العقد، وكان هناك العديد من البنود التي اتفقنا عليها، المفاوضات توقفت في أحد الأوقات من جانب الاتحاد المصري، ولكن كان علينا احترام الامر وايضا دراسه العروض المقدمه للمدرب، لم يحدث وتفاوضنا مع نادي الزمالك نهائيا سواء قبل الاولمبياد او حتى بعدها، ولم نلتقي او نتلقى اي اتصالات حتى الان من نادي الزمالك. ميكالي رغبته الاولى كانت هي الاستمرار في مصر وهو يشعر بالراحه هناك، ويؤكد دائما ان هناك لاعبين مميزين ويمكنه الاستفاده منهم. واختتم وكيل ميكالي تصريحاته، لم يحدث وان طلب ميكالي او عرض عليه فكره تدريب المنتخب المصري الاول، والاتفاق من البدايه كان واضح وصريح. امبارح كمان كان في حدث رياضي في غاية الأهمية وهو المؤتمر الصحفي اللي عقد امبارح وعقده الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة استادات الاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وكمان انطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات. حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة السيد محمد يحيى لطفي، ورئيس مجلس إدارة شركة استادات الاستثمار الرياضي المهندس سيف الوزيري، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أستاذ جمال، ومجموعة أكيد من مسؤولين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشركة استادات وبعض نجوم الكرة على رأسهم كابتن علاء نبيل. المؤتمر كان مثمر جدا، اتكلم فيه أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة وقال إن في متابعة وفي تنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكمان شركة استادات والشركة المتحدة للرياضة لتطوير قطاعات الناشئين، وإن في آلية عمل للمشروع الضخم اللي بيتكلموا عنه في هذا المؤتمر. وكمان برضو كشف التونسي بالحسن ملوش عن تفاصيل مشروع الكرة المصرية لقطاعات البراعم والناشئين بشراكة ما يكون ما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكمان الشركة المتحدة للرياضة. وأكد كمان ملوش ممثل الفيفا في المشروع ده العملاق طبعا أن الشراكة هتمتد لمدة 4 سنين وهي قابلة للتجديد بهدف اكتشاف مواهب جديدة للكرة المصرية. وأكيد طبعا يعني بيتمنوا او احنا كمان من هنا بنتمنى ان هي تكون دايما حاضره في كاس العالم مستقبلا، المواهب اللي هيتم اكتشافها، وان المشروع هيتم تطبيقه على المرحله السنيه من 12 سنه لحد 16 سنه، وده عشان يكون يعني في اكتشاف لمواهب كبيره ومواهب جديده من بدري، والعمل كمان على تنميتها بشكل سليم، وده اكيد هينعكس على الكوره المصريه. اما بالنسبه للكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، فهو
فهو قال انه هيتم اختيار 27 طاقم فني من 27 منطقه تابعه لاتحاد الكوره عشان يبتدوا في اختيار والبحث كمان عن مواهب، وهيتم تدريب الاطقم من المدربين والخبراء التابعين للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. وقال كمان ان عدد الممارسين للعبه كره القدم في مصر في البراعم بيوصل ل 66,000 لاعب مقيد، وده رقم يعتبر ان هو ضعيف وضئيل بالمقارنه طبعا مع عدد السكان في مصر والشباب. واخيرا اكد انتوني بافو ممثل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ومسؤول مشروع تطوير المواهب في الفيفا ان مصر بتمتلك مواهب عظيمه وكبيره زي صلاح ومحمد النني واحمد حسن ووائل جمعه وعصام الحضري، واكيد بنتمنى ظهور مواهب اكتر واكتر في الفتره القادمه، وان في اهتمام كبير من الفيفا بتطوير قطاعات البراعم والاهتمام بالصغار بجانب كمان البحث وانتقاء المواهب، وان هو على ثقه بالوصول لمواهب كتيره جدا خلال السنين اللي جايه. الحقيقه طبعا هو مؤتمر مثمر جدا، وفي وقته مشروع تطوير الكوره المصريه لقطاعات الناشئين والبراعم وانطلاق التصور الجديد لدوري الاكاديميات، بالتوفيق ان شاء الله للجميع في اللي جاي. كمان معانا حدث اكيد هو في غايه الاهميه وهيبتدي خلال 27 سبتمبر اللي جاي، هو انطلاق منافسات كاس العالم للانديه للهاندبول السوبر جلوب، واللي هتستضيفها مصر في الفتره ما بين 27 سبتمبر ل 3 اكتوبر. عايز اقول لحضراتكم ان في قرار يعني جيد جدا باعلان قنوات اون تايم سبورتس ان هي هتنقل مباريات بطوله كاس العالم للانديه انديه كره اليد، واللي هتستضيفها مصر بمشاركه القطبين النادي الاهلي ونادي الزمالك. امبارح نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة على موقع اكس فيديو ترويجي لتنظيم بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد للرجال في العاصمة الإدارية الجديدة، وكتب حساب المتحدة في حدث هو الأول من نوعه بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد للرجال على أرض مصر، ومواجهات من أقوى ما يكون بين نخبة أندية كرة اليد العالمية بأجواء لا مثيل لها تحت تنظيم الشركة المتحدة للرياضة من 27 سبتمبر حتى يوم 3 أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة. بطولة كاس العالم لأندية كرة اليد السوبر جلوب واللي هتستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله بداية من يوم 27 سبتمبر الجاري، هيتم تأجيل حفل الافتتاح لمدة 24 ساعة عشان يقام يوم 28 من نفس الشهر، وده بسبب السوبر الإفريقي لكرة القدم والمحدد ليه أكيد الساعة 9 مساء إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. ومن المقرر كمان إن هيبتدي النادي الأهلي ونادي الزمالك مباريات المونديال يوم الجمعة، هيلتقي النادي الأهلي مع نادي جامعة سيدني، ونادي الزمالك هيكون على ميعاد مع بطل البرازيل. فخلينا يعني نفكر المشاهدين بالقرعة واللي أقيمت في مدينة العالمين الجديدة واللي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب برشلونة وجامعة سيدني وفقا لاختياره كمنظم للبطولة. كمان وقع فريق نادي الزمالك في المجموعة بجانب توباتي البرازيلي وفيسبريم المجري. أكيد كل التوفيق بتنظيم مصري جيد للبطولة ومشاركة مبهرة إن شاء الله للقطبين الأهلي والزمالك السوبر جلوب. نروح بقى معاكم من كرة اليد لكرة القدم الأوروبية. النهاردة هتنطلق الجولة السابعة من منافسات الدوري الأسباني أو ليجا الأسبانية، وأبرز المباريات هتكون الساعة 8 مساء فالنسيا على ميعاد مع أوساسونا، وريال مدريد هيكون على ميعاد مع ديبورتيفو ألافيش الساعة 10 مساء. نروح لكاس رابطة المحترفين الإنجليزية، الدور الثالث تشيلسي مع بارو هتكون الساعة 9:45 دقيقة، وفي نفس التوقيت المان سيتي هيكون على ميعاد مع فريق واتفورد. خلونا قبل ما نتكلم ونشوف مع بعض التقرير اللي جاي ده عن المباريات الخاصة باليوم في أوروبا ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. زي ما اتكلمنا النهاردة تشيلسي هيكون على ميعاد في مواجهة هتكون قصاد فريق بارو في كاس الرابطة، وكمان انزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي اتكلم عن المباراة دي وكمان عن أهمية الفوز، فتعالوا نشوف أبرز التصريحات الخاصة بيه ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. كمان مانشستر سيتي هيكون على موعد مع واتفورد في كاس الرابطة، بيب جوارديولا المدير الفني لفريق المان سيتي اتكلم عن المباراة خاصة بعد التعادل مع الأرسنال في آخر جولة من البريمير ليج، فتعالوا نشوف أبرز تصريحاته ونرجع نكمل معاكم مرة تانية.
وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اتكلم عن مواجهة ديبورتيفو ألافيش في الدوري الأسباني، وكمان عن أهمية مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الليجا. تعالوا نشوف أبرز وأهم تصريحاته ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. دي كانت جولة سريعة فيما يخص الساحرة المستديرة على مستوى المحلي والعالمي. أكيد لسه عندنا تفاصيل كتير جدا هتكون معانا خلال حلقة النهاردة، لكن هنطلع سريعا لفاصل. بعد الفاصل هنرجع ونكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا هنا في صباح أون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبعد ما اتكلمنا عن كرة القدم نروح للألعاب الأخرى. واستضاف نادي مدينتي الرياضي يوم الأحد يوم 22 سبتمبر فعاليات بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة، وهي الام ام اي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين والأجانب. ده طبعا كان تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وأعرب اللعيبة المشاركة في البطولة وخبراء اللعبة عن سعادتهم بالنجاح الكبير للنسخة الرابعة من بطولة قضية، وتوجهوا بالشكر لكل المسؤولين عن تنظيم البطولة دي وخروجها بالشكل المثالي. وكنا حريصين كمان ان احنا نتابع فعاليات البطولة ويكون عندنا اكتر من لقاء مع بعض الابطال، فخلينا نقرب اكتر من المشهد ونشوف بعض اللقاءات ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. كنت في قضية من 2021، لعبت لغاية دلوقتي 5 ماتشات. انا هتكلم مثلا عن قضية اول ما بدأت لغاية دلوقتي. هي قضية فيها ميزة اللي هي كل ايفنت بتطور اكتر من التاني، يعني بيشوفوا الغلطات اللي عملوها في اول ايفنت وبيحاولوا ان هم ما يكرروش في الايفنت التاني اللي بعد منهم. على المستوى المحلي طبعا قضية مش بتتقارنش باي حاجه خالص نهائي، هي بالعكس هي بتوصل للعالميه اكتر باللي هي بتعمله. كانت اول منظمه في مصر تدي فلوس للعيبه، كانت بتهتم بيهم كلبس ككل حاجه، كلوكر مثلا نسخن فيه، كاي حاجه مثلا محتاجها الفايتر في اللعب بيبقى موجود متوفر له كل الكلام ده كله. وهتكلم بقى على الماتش البرازيلي. انا لعبت مع جونسون في 2023، ده كان اول ماتش ليا معاه. الماتش خلص سبليت ديسيشن، ما كانش فيه اعذار، تقريبا كان استهتار من الخصم، ما كنتش محضر له كويس، كانت فتره قليله جدا في التحضير وكان تاثير مني في التمرين. بس كسبته ماتشين بعد منها على طول، وطلبت عملت كول اوت ليه وقلت له ان انا عايز العبه تاني، فهو طبعا وافق. خبره كبيره طبعا جونسون، خصم تقريبا اقوى واحد لعبته في مصر، يعني انا لعبت كذا فايت كان اقوى واحد لعبته في مصر. بس عملت بلان للماتش بتاعي كويس ومشيت على الخطه والحمد لله كسبت الحزام. طبعا قضيه من الاول لحد دلوقتي اختلفت بشكل كبير جدا طبعا من ناحيه تقديم الفايترز. طبعا هم من الاول بروفيشنال جدا، منظمه ما شفناش زيها في مصر. بس طبعا بيتطوروا من نفسهم كل مره، كل ايفنت بيطوروا من نفسهم كل مره، بنشوف فايتات احسن، مستويات احسن. بس فانا مبسوط طبعا ان انا معاهم. يعني اهم نقطه فيها طبعا الديسبلين، انت عشان تبقى فايتر وعشان تلعب وعشان تطلع مع المستويات دي لازم تكون على طول محافظ على تمرينك، على اكلك، النيوتريشن بتاعك، الكلام ده كله. فطبعا بشكل عام لازم تتعلم العزيمه والاستمراريه. يعني لما تواجه الخساره ما تبقاش مكسوف منها، ما تبقاش لا انا ما تحطش مبررات، انا لا انا كان ايا كان بقى المبررات اللي ممكن تحطها. انت كفايتر المفروض تقول انا خسرت عشان 1 2 3 4 حصل في الماتش، انا مش فخور بحاجه زي كده، وتحط راسك في الارض وتبدا تعيد تاني ان انت ترجع الفايتر اللي انت كنت اصلا يعني في دماغك، او انت ترجع انت، يعني ما تقعدش تدي مبررات، عشان المبررات ممكن تدي لنفسك مبررات وتلعب متوشه وتكسب، بس في الاول وفي الاخر مش هترجع تبص على اخطائك ومش هترجع تشوف انت غلطت في ايه. فرساله لكل الفايترز لما تيجي تواجه الخساره واجهها بكل ثقه وقول انا كنت غلطان في 1 2 3 وهحسنهم ان شاء الله في اللي جاي. انا شخص عنيد بطبعه، يعني انا كان نفسي ان انا العب ام ام اي تحديدا من وانا طفله، يعني مش بوكس مش كيك بوكس، مع اني بلعبهم ودخلت فيهم بطولات، لكن كانت الام ام اي تحديدا هي دي اللي فارقه معايا. لحد ما بدأت أشتغل في سن 15 سنة، من هنا ابتدى يبقى معايا مرتبي الخاص، فابتديت أعرف إن في مدرب في المكان الفلاني، في مدرب في المكان أنا بشتغل فيه، فبدأت تدريب، خدت القرار وبدأت على طول، ومن هنا بدأت بقى مسيرتي. كانت أول بطولة دخلتها وأنا عندي 17 سنة، والحمد لله كسبت، وتاني بطولة وتالت بطولة. يعني هو يعتبر في تاريخي كله ما فيش غير 2 خسارة، عشان مش فاكرة عدد البطولات كلها. بس فدي كانت بدايتي كفايتر.
بطولة قاضية بقى لها دلوقتي في السوق المصري بقى لنا سنتين. الحمد لله حققنا نجاحات منقطعة النظير بفضل ربنا أولا وأخيرا، وبدعم جمهورنا وبدعم الشركات اللي أمنت بينا واستثمروا فينا. ده ساعدنا أن احنا نتطور ونظهر بمظهر لائق يضيف لرياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر، وحققنا نجاحات منقطعة النظير. احنا أول ما ابتدينا كان اللي يعرف عن الرياضة دي حوالي 3000 واحد في مصر. دلوقتي الحمد لله احنا وصلنا لمليون فولور على السوشيال ميديا، ووصل الريتش بتاعنا من 5 ل7 مليون فيو. فالحمد لله حققنا نجاحات قوية. ومن منافسات الامام ايه نروح لفقرتنا الإخبارية اليومية المعتادة، وهي فقرة On Fire News. هنبدأها من عند استقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفيرون أمبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، في حضور أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأقصى للحديث حول آخر المستجدات المتعلقة بنقل المقر الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأخبر السكرتير العام للاتحاد الإفريقي وزير الرياضة موافقة أعضاء مجلس إدارة الكاف على نقل مقر الاتحاد للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الحديث حول سبل التعاون القائمة بين الدولة المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الحكومة المصرية على توجيه الدعم والارتقاء بمنظومة كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات بالقارة، والتي باتت بالفعل منتخباتها القومية منافس قوي جدا لكبرى المنتخبات العالمية نتيجة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي، والتي تجني ثمار جهودها المبذولة خلال الفترات الماضية. ونروح لأخبار الأندية، وهنبدأها دلوقتي مع النادي الأهلي، وهنبتدي من الاتصالات اللي حصلت ما بين إدارة النادي الأهلي والجهات المسؤولة من أجل التنسيق بشأن مباراة العين الإماراتي في كاس انتركونتيننتال. طلب النادي الأهلي حضور الساعة الكاملة من جمهوره في استاد القاهرة خلال مواجهة العين والمقرر ليها في استاد القاهرة يوم الثلاث يوم 29 أكتوبر اللي جاي، وده طبعا أول ظهور بالنسبة للنادي الأهلي في كاس الانتركونتيننتال للأندية 2024، واللي هتجمع ما بين أبطال القارات الستة الحاصلين على بطولات دوري الأبطال. وكمان أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق واللي تتوجه للمملكة العربية السعودية بكرة يوم الأربع، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك. والغزاوي نسق مع كابتن سامي أمصان القائم بأعمال مدير الكورة في كل ما يخص السفر والإقامة والبعثة، وكمان توفير كل مستلزمات البعثة للجهاز الفني وللاعبين. ومن أخبار الأهلي هنروح معاكم الأخبار نادي الزمالك، وهنبتدي أخبار الزمالك من عند مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، واللي حرص خلال اجتماعه امبارح مع اللاعبين ان هو يأكد ليهم على وضع الجزء الأخير من المستحقات المالية القديمة والمتأخرة في حساباتهم عشان ينتهي صرف جميع المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي. أوضح كمان المصدر ان مجلس الإدارة أكد للاعبين ان هو كمان هيتم صرف المستحقات المالية عن الموسم الجديد خلال الفترة القادمة عشان تنتهي الأزمات المالية الخاصة باللاعبين جوه الفريق، والأكيد كانوا بيعانوا منها في الفترات اللي فاتت. ومجلس إدارة نادي الزمالك صرف جزء كبير من المستحقات في الفترة اللي فاتت دي، وتحديدا قبل معسكر الفريق واللي أقيم في اسكندرية استعدادا للموسم الجديد. لسه مكملين في نادي الزمالك، وشهدت تدريبات نادي الزمالك اللي أقيمت عصر يوم امبارح يوم الاثنين على ملعب النادي استعداد نادي الزمالك لمباراة السوبر الافريقي قصاد النادي الاهلي، حضور ايمن حفني نجم الفريق السابق عشان يقدم الدعم ويقدم كمان المساندة بالنسبة للعيبة وللجهاز الفني. وحرص اللعيبة في نادي الزمالك والجهاز الفني ان هم يصافحوا حفني قبل التدريب، وطبعا اكد ليهم ان هو واثق جدا فيهم ثقة كاملة في قدراتهم على تحقيق اللقب، وطلب منهم ان هم يبذلوا قصارى جهدهم في المباراة دي عشان يقدروا ان هم يساعدوا جماهير نادي الزمالك. وشدد كمان حفني على اللاعبين ان هو الفوز لازم يكون موجود في بطولة السوبر، وده اكيد هيديهم دفعة معنوية هيلة قبل بداية الموسم المقبل.
كمان انتظم مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ثنائي نادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعي امبارح على ملعب النادي، وكان الثنائي تعرضوا للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة نادي الزمالك اللي فاتت قصاد الشرطة الكيني في إياب دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. شارك مصطفى شلبي ودونجا في التدريبات الجماعية امبارح بعد ما تأكد من الجاهزية الخاصة باللعيبة من الناحية الطبية. فاصل سريع ونروح معاكم بعد كده نستقبل ضيفنا النهارده دكتور طارق الأدور الناقد الرياضي. فاصل سريع ونرجع لحضرتكم على طول.